ها هي دولة الكويت تفتح ذراعيها اليوم للإعلاميين العرب على أراضيها ليتلاقوا ويتناقشوا على طاولة الحوار في الملتقى الإعلامي العربي بنسخته 15 والذي انطلقت أعماله بجلسات حوارية ثرية وغنية في الشكل والمضمون. يعني سعيد بهذا التواجد، سعيد أن احنا وصلنا اليوم 15 سنة لهذا الملتقى، سعيد بكل هذا الحضور. في تنوع إعلامي كبير وغني وثري، هذا كله يعني ينعكس إيجابا على كل الجهود اللي كنا نبذلها طوال الفترة الماضية. الكويت اليوم عملت تظاهرة للعام 15 على أرضها حتى نقدر نتبادل خبرات، نحكي بصوت عالي عن كل ما يشوب هذا العالم العربي، عن كل ما يتخبط في الإعلام العربي، حتى نقدر نحن بالكويت مع كل الطاقات العربية نوصل إلى بر أمل أن يسمى بر الأمان. أصبح الملتقى الإعلامي العربي منصة هامة لكل الإعلاميين العرب الذين يحرصون على التواجد في هذا الحدث الإعلامي الكبير الذي سيسلط الضوء على مواضيع إعلامية شتى جديدة وملحة في وقتنا الراهن. يمثل فرصة أولاً لزيارة الكويت التي نحب، ولقاء زملاء إعلاميين من مختلف البلدان العربية، من قنوات ومنابر إعلامية متعددة ومتنوعة، من اتجاهات ومدارس إعلامية أيضا مختلفة، ففرصة للاستماع إليهم مع التعرف عن قرب لتجاربهم. يضيف الكثير للحقيقة إلى الإعلام وإلى مسيرته الإعلامية وإلى خبراته وإلى انتشاره. هو مؤتمر جدا مهم وملتقى جدا مهم، يضيف الكثير الكثير. الملتقى الإعلامي العربي اليوم يسعى من خلال فعالياته لتوطيد العلاقات في المجالات الإعلامية وتعزيز الأدوار الثقافية بين الدول العربية. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.